برضه فرصة وانت معانا على التليفون يا ايمن نعرف منك بقى ونتكلم شوية عن الموضوع اللي كان حديث المدينة الفترة الأخيرة والكلام اللي رايح جاي فيما يتعلق بمسألة انتقال محمد صلاح للدوري السعودي والنادي الاتحاد جدة والعروض الخيالية اللي بتتقدم كل شوية وبتترفض كل شوية إلى آخره. احنا بنسأل السؤال ده وفاضل 24 ساعة على غلق باب القيد، فيعني في تخيلك هل في ممكن يكون في مساحة لوجود أي مفاجآت في هذا الإطار؟ طبعا يعني هو حديث العالم كله الموضوع ده تحديدا. محمد صلاح قيمه كبيره جدا كلاعب، يعني من اساطير ليفربول الحاليه، في يعني كان في العصر الحديث محمد صلاح هو ابرز نجوم ليفربول. التخلي عنه موضوع صعب جدا بالنسبه لليفربول وبالنسبه للكلوب. يمكن لسه الصحافة بتتكلم ان اتحاد جدة لم يستسلم، فطالما اتحاد جدة لم يستسلم ومن جانب صلاح ووكيله ما حصلش اي نفي، يبقى الباب مفتوح. الباب مفتوح، واعتقد ان يعني اللي بيتردد حاليا ان العرض اللي ممكن اتحاد جدة يقدمه قد لا يرفض من جانب ليفربول، لان انت بتتكلم النهارده كريم ان محمد صلاح ممكن يصبح اللاعب الاغلى في التاريخ، يعني اغلى صفقه في تاريخ كره القدم. بنتكلم بعيدا عن نيمار، لان نيمار من برشلونه لباريس سان جيرمان بنتكلم في شرط جزائي اتحط. لكن النهارده تفاوض مباشر ما بين ناديين، محمد صلاح ممكن يبقى اغلى لاعب في تاريخ كره القدم، هيبقى اغلى او اعلى راتب في التاريخ كره القدم حاليا. يعني بالاعود اللي احنا بنسمعها، احنا برضو بنتكلم بناء على التقارير العالميه والتقارير السعوديه. سريعا، محمد صلاح وكيله نفى اول عرض خالص كان يخص اتحاد جدل محمد صلاح، لكن بعد كده ما كانش فيه اي نفي، بل ان الكلام تردد ان محمد صلاح ما عندوش اي مانع ان هو ينتقل للدوري السعودي، ولكن لن يضغط على ليفربول او يقدم اي طلب، احتراما وتقديرا للنادي، وان هو هيكمل تعاقده لو نادي ليفربول رفض. فهنا هي الفكره كلها، هل اتحاد جده هيقدر يقدم العرض الذي لا يرفض بالنسبه لليفربول، وليفربول يبقى عندهم القدره ان هم يطلعوا يقولوا ان احنا خلاص وافقنا على بيع صلاح؟ هو ده اللي هنشوفه. هو مساله يعني يكون العرض يرفض ولا لا، دي دلوقتي بعد الارقام الخياليه اللي بنسمعها بقالنا فتره بقت حكايه نسبيه جدا، لان في ارقام كتيره اتقالت المنطق يقول ان ما ينفعش تترفض. طبعا الموضوع صعب جدا، ويعني اي حد ما تقدرش يعني النهارده، يعني انا بوجهه نظري محمد صلاح حقق كل شيء مع ليفربول. هو طبعا لسه قدامه، يعني ربنا يديله الصحه، راجل لسه 31 سنه يقدر يكمل كمان سنين في الملاعب. طبعا الجماهير المصريه بتحب اللي ارتبطت بصلاح، كتير منها يحب ان صلاح يفضل في اوروبا، هداف انجلترا، هداف بريمير ليج، الدوري الاقوى في العالم. ولكن الدوري السعودي حاليا دوري قوي، المبالغ للامانه اللي بتعرض والرواتب اللي بتعرض من الصعب ان هي تترفض، لان انت بتتكلم عن ثروه، مش مجرد فرق فلوس وامتيازات خياليه في سنتين ثلاثه تقدر ان انت يعني تامن حاجات كتير جدا في حياتك وفيما بعد، يعني لسنين قدام يا ايمن، لسنين كتير قوي قدام. الموضوع صعب، والدوري السعودي حاليا هو جاذب، والناس كلها بتتفرج عليه، والناس كلها بتتابعوا اخباره، سواء سلبا يعني، سواء البعض اللي بينتقد الاعلام الانجليزي اللي بينتقد الدوري السعودي، او الناس اللي بتشيد باللي بيحصل والتطور اللي بيحصل في الكره السعوديه، ومن حقهم طالما معاهم الامكانيات ان هم يطوروا من المسابقه بتاعتهم ويستمتعوا بكره القدم. فخلينا نشوف زي ما بيقول، هو ب 24 ساعه صلاح كمل في ليفربول، كلنا هنبقى مبسوطين جدا. صلاح خد الخطوه وليفربول وافق وراح اتحاد جده، كلنا على طول هنقلب التلفزيون من الدوري الانجليزي على طول عشان نشوف محمد صلاح. طيب خلينا قبل ما نختم معاك سريعا يا ايمن، يعني تقول لنا، يمكن كنا بنتكلم مع بدايات الدوريات المختلفه، كنا بنتكلم وبنشيد باداء عدد كبير جدا من نجومنا المصريين في هذه الدوريات، يعني سواء مصطفى محمد، محمد شريف، صلاح طبعا، ومرموش. قول لنا كده يعني رايك سريعا في الاداء. لا يعني بدايه طيبه، بنتكلم احنا خلاص دلوقتي في الفيفا ديت والتوقف الدولي، فما قبل الفتره اللي ما قبل الفيفا ديت
محترفين بيأدوا بشكل كويس. محمد شريف امر يعني مميز بالنسبه لي، ان هو اول لما يروح على طول بنتكلم، اول ماتش عمل اسيست، ثاني ماتش عمل سجل هدف وسجل هدف جميل. محمد صلاح النهارده بيواصل برضه تألقه. طبعا الدوري الانجليزي المنافسه فيه صعبه ومشتعله، ولكن الامانه ليفربول يعني حتى الان ظهر بشكل مميز، وصلاح بنتكلم المساهمات بتاعته ان هو بيعمل ريكورد برضه في الفتره اللي فاتت، كان بيساهم في اهداف في 10 مباريات متتاليه، ده في البريمير ليج ده حاجه مميزه جدا. بنتكلم في مصطفى محمد النهارده يعني من هداف الدوري الفرنسي، مسجل 4 اهداف، والهدف الاخير اللي سجله هدف مميز جدا كمهاجم في توقيت مصر فعلا يعني محتاجه فيه، ان المهاجمين بتوعها كلهم يبقوا بحاله جيده. فمصطفى محمد واضح تطوره مع فريق نانت، طبعا نانت ما بنتكلمش ان هو من فريق يعني التوب في فرنسا، فكون ان هو يبقى ظاهر وياخد ان هو لاعب الجوله او يعني او لاعب الشهر، ده حاجه مميزه جدا. عمر مرموش كمان الهدف اللي سجله مع فريقه في الدوري الالماني وتعلق، كل ده يعني يدينا طمأنينة على ان المنتخب في خلال التوقف اللي جاي، طبعا التوقف اللي جاي الامور بسيطه، مباراه اثيوبيا احنا الحمد لله كده كده صعدنا، مباراه تونس مباراه قويه للاستعداد لتصفيات كاس العالم في التوقف الجاي ثم كاس امم افريقيا، فدي كلها حاجات بتطمننا ان منتخبنا بخير، نجومنا بخير، لعيبه النادي الاهلي كويسين، باقي لعيبه الانديه كله بيستعد، المحترفين بتوعنا اللي موجودين في الخارج كلهم رجليهم في الملعب، فيعني كل ده مؤشر جيد للمنتخب، ونتمنى ان في كاس الامم كل ده يترجم ان في كاس الامم منتخب مصر يقدر يحقق اللقب الغائب من سنوات بعيده يعني.